مصطفى اسأله. راح اموت شلون هالدولمة. والله عاشتيلكم طالعة عراقية عراقية مو من ايادي سورية. اي والله بالعافية. الله يعافيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا صبايا، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. هاي الدولمة نزلت لكم اياها على طلبكم، تابعوا الفيديو وان شاء الله يا رب يعجبكم. عن جد طلعت خرافية كتير كتير كتير. هلا انا هون حطيت بمحضرة الطعام شوي من قلب الباذنجان وبصل كمان، مو انا فضيت البصل اللي قلب البصل حطيته كمان، وحطيت بندورتين وهلا بس افرمون، والبطاطا كمان يا صبايا حطيت مع بطاطا كمان بس ما صورت لكم. والمعدنوس والبقدونس كمان، بعد ما افرمون بحط البقدونس وهيك بحطهم مع الرز. هلا انا هون حطيت تقريبا 4 كاسات رز، لكليين كوسة ولكليين باذنجان، ول يعني تقريبا كيلو بصل هيك. هلا هون حطيت 4 معالق دبس بندورة، ومعلقة كبيرة دبس فليفلة، وحطيت زيت، وحطيت ملح ليمون، وحطيت بهار. بس هاي المكونات اللي انا بحطها، وهيك هلا بحركهم مع بعضهم. وملح طبعا، ملح الليمون حطيت كتير، انا هون ساويتها بالليل مشان بتعرفوا نحن صايمين يعني، مشان ادوقها، بس ما طبختها لتاني يوم، بس يعني حشيتها وقمتها بالبراد وتاني يوم طبختها. هيك هلا هيك عم بحركهم. هلا هون حطيت لحم بقلب الطنجرة، حطيت عظام وحطيت لحم، بعدين طلعت الطنجرة كتير صغيرة، شلت العظام بس عفت اللحم. وهون هلا هيك حطيت اللحم زبطته ورشيت عليه شوية بهار، بتعرفوا مشان الزنخة، وانا كمان بغسل اللحم ما بحطه هيك على حاله. هلا هون اول شي احشي البصل وبحطه بأرضية الطنجرة. وصبايا ده لكم كمان، انا حطيت بقلب الحشوة لحم، نص لحم نص دهنة يعني، ما كترت. هو الدولمة ما بتحتاج كتير لحم يعني، في عالم بيسووا عطاء الزيت يعني، بس هي للطعمة، وبتعرفوا يعني نحن مصطفى عازم رفقاته هيك دعمتها شوي. وهيك وهلا حشيت البصل وحشيت الباذنجان وطبقتهم هيك بالطنجرة. وهلا هون عم بحشي الشجر، خلينا نقول شجر، هي بما انه هي دولمة عراقية، العراقيين بيقولوا شجر، هو الكوسة. وحشيتهم وبعدين بساوي بحشي البندورة، وبعدين بتذكر انه انا نسياني احط البطاطا البوتيتا على قولة العراقيين، جبت 4 بوتيتيات وحطيتهم كمان، حفرتهم وطبقتهم. وبعدين ايش بعمل؟ بجيب ورق عنب، هو اليبرق هيك بحشي، زاد عندي شوية حشوة هذا اليبرق يا صبايا بالدولمة، عن جد كتير بيعطي طعمة طيبة، بكب الحموضة يعني اللي بقلب اليبرق بكب، بيعطيها للدولمة بتطلع كتير الطعمة طيبة. وبالأخير أنا بعد ما أخلص من حشي كل المواد بغطي الطنجرة بورق العنب، كتير بتعطي هيك منظر طيب وبتعطي طعمة كتير كتير طيبة. تابعوا الفيديو يا صبايا وأبوس قلبكم، ولا تنسوني باللايك والتعليق الحلو، خليلي قلبكم يا صبايا. هلا هوني خلصت ولفيتها كلها، وهي عم بورجيكم هلا، شوفوا شلون بحط ورق العنب على وجه الطنجرة، عن جد بتعطي كتير هيك منظر حلو وطعمة حلوة للدولمة يعني. هيك لفيت اليبرق هيك يعني، كم يبرق، اي مو كتير يعني، بس مشان تعطي مثل ما قلت لكم تعطي حموضة، وبعدين بغطيها بالورق ورق العنب. وهلأ هوني خلصت وهيك عم بليف المجلى وليفت هيك الحيط، ما بنقدر يا صبايا عن جد يعني، اي المحشي او هيك الاكلات التقيلة الواحد ما بيقدر
بيحب ينظف كل شي يعني. هون نظفت هيك، وبعدين هون كان الوقت كان على السحور، سويتها لفيتها، وتاني يوم مثل ما قلت لكم عرفتها بالبراد، وتاني يوم طبختها عن جد طلعت طعمتها بتجنن. ويا صبايا ده لكم يعني اخر ربع ساعة عرفوها هيك يعني شلون بدي اقولكم، تلجع يعني تحترق، عرفتوا؟ هاي الطعمة هي اللي بتعطي طعمة للدولمة، انه تعيفوها شوي تحترق الارضية، عن جد بتعطي كثير كثير طعمة طيبة. وجربوها وان شاء الله يا رب تستفيدوا يا صبايا، وامان اكتبوا لي رايكم بالتعليقات شلون حبيتوا الفيديو ولا لا. هلا هوني طبعا تاني يوم عرفتها، ما قلت لكم عرفتها بالبراد. تاني يوم حطيتها علقت عليها، وهون المي بس حطيت مي، ويا صبايا عصرت بندورتين، بندورتين عن جد هاي البندورة بتعطي كمان كتير طعم للطولمة طيبة. عصرت بندورتين، بندورتين وهيك عفتها تقريبا ساعتين، ساعتين ونص هيك على الغاز، اول شي هيك على العيلي، بعدين بالاخير على الواطي. وهي هيك عمو مصطفى هلا عم بقلبها، وعاشت ايديك يا عمو مصطفى. وهيك عن جد طلعت خرافية. ان شاء الله يا رب يا صبايا يعجبكم الفيديو، وانا لا تنسوا التعليق الحلو، خلي لي اقلكم. تمام؟ هذه لقمة؟ هذا الله يجزيك. عامل ناس دولمة؟ جزال ما؟ جزال؟